حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، استندت الحكومة الحالية على عدة ركائز، جانب مكافحة الفساد وآخر تقديم الخدمات. أما مكافحة الفساد فقد تعددت خطوات رئيس الوزراء إزاء هذا الملف وملاحقة الفاسدين، فمنذ البداية أعلنها وبشكل صريح لكل من لم يؤدي عمله وفق السياقات القانونية والدستورية بعيدا عن اتباع الفساد أو الضرر بالمال العام، فمصيره الإقصاء والاستبعاد عن مهامه مهما كان منصبه حساس وذو مكانة رفيعة. فالخطوط الحمر تختفي في هذه الحكومة ولم تهادن على إبعاد مقصر أو فاسد حفاظا على المال العام للدولة وإبعاد البلد عن طامورة الفساد التي أوغلته فيها الحكومة السابقة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد صيام دورة نيابية عن الاستجوابات وتوافر العديد من الأدلة والمؤشرات، أعاد مجلس النواب الروحة لمنظومته الرقابية باستجواب مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي. تهم فساد وهدر أموال وتعدي على الصلاحيات، وهذا الاستجواب فاتحة لعدد كبير من الملاحقات التي ستطال مسؤولين كبار وملفات ذات أهمية كبيرة خلال مقبل الجلسات بحسب نواب. ويمثل أيضا التزام حقيقي بعمل المجلس من ناحية الرقابة وانطلاق مسؤولة لتصحيح مسار السلطة التشريعية وتعزيز ثقة الشارع بالأداء البرلماني. مشاهدينا، في بداية مشوار حكومة الخدمات عمدت إلى تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعمل المسؤولين في الدولة، وبعض المصادر اليوم تتناقل أخبار عن وجود هزة ارتدادية بعد تشخيص أخطاء بعض المسؤولين، وهذه الخطوة مهمة في المرحلة الحالية عند إقرار الموازنة لتلافي كميات الفساد المحتملة وإبعاد الفاسدين عن حلقة أداء عملهم المتهاون به. إذن مشاهدينا نتابع التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. حكومة الخدمات ومنذ بداية مشوارها الحكومي وتنفيذ المهام المناطة لها، افتتحت بين يديها ملف الفساد ومكافحته ومحاسبة المقصرين. فمنذ الوهلة الأولى لبداية مهامها عرضت بشكل علني برنامجها الذي أثرته بأولويات اجتثاث الفساد، وما إن مرت الأيام حتى أمهلت الوزراء والمحافظين سقوفا زمنية لمتابعة أعمالهم، وضيقت الخناق على من سولت له نفسه بالتقصير والانغماس بالفساد. الحكومة تسعى للوصول إلى رؤية إصلاحية بعد تشكيلها اللجنة لتقييم أداء المسؤولين لإحداث التغييرات لمن يثبت عليه الخلل والإشكالات الإدارية. فعاصفة التغيير أطاحت ببعضهم من خلال سحب يدهم من المهام الحكومية على خلفية إثبات صفقات فساد بحقهم وفقا لنتائج اللجان المشكلة مسبقا. ووفقا لمصادر ذكرت أن موجة تغيير أخرى ستضرب البيت السياسي، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة بعد إقرار الموازنة للحفاظ على المال العام من الهدر والفساد ولئلا يعاد سيناريو سرقة القرن. فتصفية صفوف الفاسدين والمسؤولين في المناصب المهمة والحساسة من الأداء الفاشل أو المتهاون بالمهام المناطة لهم. فالإقصاء جاء بحسب المفسرين لتمكين الحكومة من تقسيم التخصيصات المالية بعيدا عن حيتان الفساد، في خطوة حريصة لغلق الكثير من ثغرات الفساد الممكنة في مؤسسات الدولة التي تستمر دون محاسبة أو رقابة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، رئيس مجموعة النبأ للدراسات دكتور هاشم الكندي، وترحب بالمحلل السياسي الأستاذ سرمد البياتي. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور هاشم. أهلا بك دكتور. هناك اليوم حديث عن تغييرات إدارية على مستوى قد يكون وزراء، مدراء عامين، محافظين. ما مدى إمكانية إيجاد هكذا تغيير في هذا الوقت تحديدا وفق المعطيات السياسية المتوفرة؟ وسبق لرئيس مجلس الوزراء في بداية تسنمه للمنصب أن وعد بإيجاد أي تغيير في حال أي مستجدات أو ثبوت تقصير من قبل أي مسؤول. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليكم ولضيفكم الكريم أستاذ سرمد ولمشاهديكم وملاكاتكم. لعل ما ذكرتموه هو يصيب جزء كبير من جواب
سؤالكم بما يتعلق بوعد رئيس الوزراء بعد أدائه القسم بأنه سيخضع المسؤولين إلى التقييم والتقويم لتحديد من يبقى ومن يتغير في المناصب العليا، وحدد فترة 3 أشهر لمن هم في درجة مدير عام و6 أشهر لمن هم في درجة الوزير أو المحافظين. وهذا الأمر عمل عليه رئيس الوزراء، وهذا الأمر يدخل في خانة تقييم العمل والأداء والفاعلية وتطبيق البرنامج الحكومي، وأيضا في الجدية بمحاربة الفساد الذي سماه رئيس الوزراء بالجائحة. وفعلا كان هنالك متغيرات، وكان هنالك إقالات، وكان هنالك إشارات الذي استحدثه لربما رئيس الوزراء، وهي خطوات تحسب له، أنه أشرك السلطة التشريعية في تقويم المحافظين بحيث أعطى لكل مجموعة من نواب المحافظة دورا في تقييم وتقويم محافظ هذه المحافظة الذي يمثلون أبنائها، ليكون هذا أيضا جزءا من المعطيات التي يتبناها رئيس الوزراء في التغيير. الأمر الآخر بما يتعلق بالوزراء، كان واضح رئيس الوزراء في خطابه أو كلمته في اجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين، قال بالنص بأن بقاء الوزير لا يحدده لا كتلة سياسية ولا ضغط سياسي، وإنما يحدده الأداء. وقال بالنص للوزراء أنه لن يكونوا عرضة للابتزاز أو للضغط من كتل سياسية أو شخصيات، وأيضا لن تحميهم الكتل السياسية. هذا لأنه كان جزءا مما اتفق به رئيس الوزراء مع أفهم من كلام الدكتور إذا تسمح لي أقاطعك، ممكن أن تكون هناك سلاسة بهذا التغيير الحكومي أو الوزاري، أغلب المسؤولين وراءهم كتل سياسية. أنا هذا اللي كنت سأذهب له. هذا جزء من الاتفاق الذي عقد ما بين رئيس الوزراء وما بين الكتل السياسية، بأن تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في إدارة كابينته الوزارية وأيضا في تقييم وزراء، وعندما يكون هنالك رأي لرئيس الوزراء بأن الوزير غير فاعل أو غير منسجم مع الأداء الحكومي، أداء الكابينة الحكومية، تطبيق البرنامج، فإن له صلاحية استبداله من خلال تقديم هذا الأمر للبرلمان. وهذا الحديث جرى بشكل مباشر، سمعناه من رئيس الوزراء عندما كان مرشحا لرئاسة الوزراء، ومن مجموعة من الإعلاميين والمحللين والسياسيين، التقينا في حينها برئيس الوزراء وقال هذا الأمر بشكل قاطع، قال بأن هذا الأساس الذي على موجبه قبل التكليف. وأيضا الفترة 6 أشهر لربما هي مقاربة، يعني لربما أسابيع ما بعد العيد سيكون تقييم، وهنالك معطيات تقول بأن رئيس الوزراء غير راضي على مجموعة من الوزراء، وهو أشار لهذا الأمر بحديثه الأخير في مجلس الوزراء عندما قال أنه بعض الوزراء لم تظهر لهم جدية أو ملامح كما سماها في محاربة الفساد، وهذه أيضا واحدة من علامات الإخفاق الذي قال الوزراء أنه عليهم أن يعالجوها، وإلا فسيكون الأمر منطقيا وطبيعيا لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي أن يستبدل هؤلاء الوزراء، وهذا أمر طبيعي جدا. هنا أيضا مسؤولية الكتل أن تدعم عمل رئيس الوزراء، لا تدعم رجالات ولا أسماء معينة. نعم أنا سأقول بشكل صريح وواضح، لن يكون الاستبدال بحرية مطلقة، نعم سيكون الاستبدال من ذات الجهات السياسية، ولكن لا تمسك بأسماء معينة حتى لو كانت فاشلة أو كانت فاسدة. هذا هو الأساس الذي اتفقت عليه الكتل السياسية في ائتلاف إدارة الدولة عندما شكلت الحكومة. رحب بك مرة أخرى أستاذ سرمد، برأيك ما مدى سلاسة أي تغيير وزاري أو حكومي قد يطرأ، وبرأيك الكتل السياسية ممكن أن تتجاوب بسلاسة مع رغبة السوداني التي لا تزال ضمنية أم ستشترط بالمقابل التنازل أو مقابل التنازل التعويض بآخرين من ذات الكتلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولمشاهديكم وللضيف العزيز دكتور هاشم. طبعا ظاهريا الكتل السياسية ربما ستكون ظاهريا أنه متوافقة مع هذه التغييرات، على اعتبار هم أعطوا كلمة
للسيد محمد الشياع في هذا الموضوع، لكن باطنا محتمل انه هنالك بعض الضغوطات تصير على السيد محمد الشياع، لكن من خلال شخصية السيد محمد الشياع اعتقد بانه يعني ما راح يعني على الرغم من هدوئه الذي ربما البعض يتصوره تصور آخر، لكن هو شديد في هذه المواضيع. وأبسط مثال قبل فترة في دياله يعني انتشر فيديو قال للضباط، كان يتكلم مع يعني قال لهم من لا يستطيع العمل فليجلس في بيته يعني، وهذا كلام واضح وصريح ورسالة أنا اعتبرتها إلى كل مسؤولي مفاصل الدولة. اللي ما يقدر يعمل خلي يجلس في بيته، خلي يفسح المجال إلى غيره. وهذا لكن أنا فقط تسمح لي أتطرق إلى موضوع يؤلمني أنا شخصيا، يعني هل أصبح الفساد داعشا آخر أو كارثة أخرى أصبحت؟ يعني أنا أرى بأنه كل ما يحدث داخل بلدنا أرى أن الفساد يطل برأسه من خلاله. يعني إذا لقيت خروقات أمنية والله هسه تقول أنت شنو اللي جابك، لا أقول لك أيضا الفساد بها لها تأثير. لا هو الفساد مرتبط، وكما أسمته المرجعية وجهات مختصة أن الفساد ربما يشكل خطر أكثر من الإرهاب ومن داعش. بالضبط يعني هذه قد تكون رؤية غريبة من عندي لكن أنا أراها هكذا، يعني مثل ما أرى مهربي المخدرات والمخدرات بمستوى إجرام داعش، أني هاي رؤيتي الأمنية وما حد يقدر يغيرها. أني أرى بأنه أيضا المخدرات تخرب الشباب العراقي مثل ما عمل داعش بالقتل، نفس الأسلوب نفس القتل، بس هذا قتل بطيء هذا قتل سريع. هذا موضوع، لكن من جهة أخرى يعني وأرجو أن تسمح لي أن أعبر عن هذا الموضوع، هل من المعقول أنه تصبح كلمة الفساد ملازمة لكل مسؤول عراقي؟ هذا أصبح ظلم، أصبح ظلم. ما إحنا العراقيين بينا ناس وأغلبنا للعلم والاطلاع ترى 90% من العراقيين هم شرفاء و10% الفاسدين، لكن المشكلة هؤلاء الفاسدين يغطون على بقية الناس اللي دا تعمل. لذلك يعني أرى بأنه حقيقة ما ليس من المعقول أنت تذهب إلى عقد وزارة الدفاع يقول لك فساد، تذهب إلى عقد تحتاج أشياء إلى وزارة التخلية يقول لك فساد. طيب كيف راح يستمر البلد؟ زين هسه أنت عندك هسه رمضان، السلة الغذائية مشوا أمورهم بكل شيء، يعني أنا إذا تابع هذا الموضوع لين عندي مبدأ أقول شبع الجوعان شبع الفقير، ما راح يسأل يعني بعد أنت نطي مستلزماته لشهر كامل بعد ما يهم، صعد النفط نزل النفط صعد الدولار. هذا الموضوع أيضا مرتبط ارتباط قوي، ليس من المعقول كل ما تتقدم على عمل في وزارة العمل قالوا كذا في وزارة مخاوف شديدة من الفساد حتى من الشرفاء. لكن أكو موضوع ونقطة مهمة يمكن سيسرمد أشار لها السوداني وذكرها قبل قليل دكتور هاشم، أنه مو كل مسؤول راح يتم تغييره هو فاسد. هنا كما أشار السوداني أنه البعض من عندهم ما عنده جدية بأداء المهام أو محاربة الفساد. أستاذي العزيز ذكر أخوي دكتور هاشم، أنت تعرف بدايتها من أجل أن لا يصور البعض أنه عمليات انتقامية من الحكومة السابقة، من أجل أن لا تصور الأمور هكذا، إذن أعطى مجال 3 أشهر المدراء العامين وأعطى مجال 6 أشهر لكلاء الوزارات. يعني أنا أرى بأنه من أجل أن لا تدخل الأمور بكذا، والله أبد الموضوع ليس انتقام، الموضوع مجرد رؤية معينة دراسة معينة لما يقوم بها هؤلاء سواء على المستوى الأمني على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي كل المستويات. وإحنا نحتاج هذا الشيء يا أخي، حكومة عندها توجه تريد تبني تريد تقضي على هالفساد اللي إحنا آني وأنت ودكتور هاشم وكل المشاهدين الآن ننبذ هذا الشيء، تعبنا حقيقة تعبنا. يعني أنت وين ما تتجه يعني والله، وأنا راح أضرب لك مثل، أنا أشتغل في مكان عام، يعني أصبح المواطن يجي من يطلب من عندنا شغلة على اعتبار نطلع بالتلفزيون، والله أستاذ وش قد يريدون أنا حاضر. قلت له ابني أنت تتكلم هالكلام هذا عيب، أنت ليس من المعقول أي شغلة تتجهون عليها والله إيش قد يردون أنا حاضر.
يعني شنو تتصورون هو موضوع سمسرة على مستوى وصل الحال إلى هذه المرحلة؟ لهذا هناك جدية أو مطلوب جدية من الحكومة والجهات المختصة لمحاربة الفساد. أعود لك دكتور هاشم، القضية مو بس قضية استبدال يمكن مسؤولين أو وزراء أو محافظين أو أي مدير عام، راح يعني يشمل فقط استبعاد، لو هناك قد تعقبها يعني محاسبة قانونية إذا كان هناك ثابت على مسؤول فساد أو هدر أو فشل. هو بالدقة ربما الحديث دوما يقال بأن مسؤولية الحكومة، مسؤولية الحكومة هي الكشف عن الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء. من يحاسب الفاسدين، من يحقق، من يدين هو القضاء ومن يبرئ أيضا. بالتالي اليوم الذي يفرق، في الفترات السابقة كان هنالك ملاحظات وهذه ملاحظات جدية. نعم مثل ما ذكر أستاذ سرمد الفاسدون قلة، ولكن هنالك سطوة وتضخيم، وهنالك تشويه لجل العملية السياسية من خلال تضخيم دور الفساد. بالمناسبة الفساد ليس محصورا بالعراق، الفساد موجود في كل دول العالم حتى في الدول المتقدمة. نعم بنسب متغيرة، لكن الذي شاهدناه للأسف لم يكن هنالك تمكين لمن يحارب الفساد ويحاسبه. في الفترات السابقة مثلا كان عندنا مفتش عام في كل وزارة، هذا المفتش العام مسؤوليته محاربة الفساد وكشفه، عندما يكون هو تحت سلطة الوزير فهنا الإشكالية، كيف يحاسب من هو أعلى منه؟ هذه كانت الإشكالية. الأمر الآخر لربما حتى بما يتعلق بهيئة النزاهة، لربما أكثر من مسؤول في هيئة النزاهة أصبح هو طريدا بتهم الفساد، وهذه أيضا إشكالية كبرى. الذي ربما نجده مختلفا في حكومة محمد الشيع السوداني أنها ذهبت إلى عنوان جديد، لجنة عليا لمكافحة ومحاربة الفساد بإدارة شخص معروف بنزاهته وأيضا بجديته وفاعليته ونجاحاته في محاربة الإرهاب. ولأنه قررنا اليوم في حلقتنا وذكر ضيفكم الكريم، نعم مثلما نحتاج التمكين ونجحنا في أننا نوفر الأدوات والتمكين في محاربة الإرهاب ونجحنا وقدمنا تجربة رائدة للعالم بتأسيس الحشد وبتعضيد للقوات الأمنية والتعاون الكامل بين هذه القوات، نجحنا. واليوم نحن ننجح من فضل الله، لأن هذه الخروقات هي لا تمثل شيئا بوسط النجاح الأمني الكبير، ونحتاج تمكين لقوات الأمنية كذلك في محاربة الفساد. بدأنا بالتمكين، هذه اللجنة العليا هي تذهب إلى محاسبة كبار المسؤولين دون محددات، دون ضغوطات، دون ما يسمى بالخطوط الحمر، هي تذهب إلى المحاسبة الفعلية، تجمع القرائن والأدلة ضمن التكليف الحكومي وتعرض هذا الأمر للقضاء، ويكون الأمر البت في هذا الأمر للقضاء. ولهذا المنطلقات الأولية سمعنا بتقديم أسماء كبيرة، هنالك أسماء ستقدم، هذا أمر مهم وجيد أنه لا أحد يشعر نفسه أنه فوق القانون. وأيضا هنالك أمر آخر، أن لا تكون محاربة الفساد آلياته وأدواته هي جزء من التسقيط السياسي أو الحرب السياسية، هذا أيضا أمر مهم. لعلنا في الخطوات الأخيرة لم نتلمس هذا الشيء، يمكن هذه السلاسة بأي تغييرات مرتقبة ربما بسبب الدعم السياسي المقدم للحكومة والدعم البرلماني. أعود لك سيد سرمد، يعني خطوة أو سياسة المحاسبة للمسؤولين مهما كان منصبه أو مكانته مهمة، لكن ليش مو من البداية الكتلة أو الحكومة تختار العنصر القيادي، وزير، محافظ، مدير عام؟ من البداية اختار شخصية رصينة قادر لديه مقدرة على أداء المهام المناطبة. هذه أنت أسئلتك كلها يعني تضغط على الجروح اللي تألم كل عراقي، لأن هو هذا السؤال يطرح نفسه من قبل الشارع. يعني أنت تعرف هم الكتل يمكن يقدمون ثلاثة أو أربع أسماء معينة. يعني إحنا ترى مو غريبين، خلينا نتكاشف أكثر في هذا البرنامج الجميل.
هم كلهم كل كتلة وحاطت لها اسم فلان فلان سواء السنية أو الشيعية أو الكردية. يعني هسه سؤال بسيط، يعني تيجي على الأكراد، الأكراد راح يقبلوني يبدلون وزرائهم أو وكلاء الوزراء إذا كانوا سيئين؟ يعني هاي هم مشكلة، هذه هم مشكلة. تيجي على السنة والله هاي مرشحينه زين، طيب إذا المرشح ما أدى شلون؟ هم تسعى للكتلة السنية؟ وهذا كان الاتفاق من البداية مع رئيس الحكومة. أي هذا الاتفاق موجود يجب أن ينفذوه. ليش أنا بداية اللقاء ماذا قلت لك؟ قلت لك ظاهريا راح يوافقون، لكن باطنيا للأسف ربما يضغطون على رئيس وزراء. هنا راح تبين قوة رئيس وزراء، يا ما يقول له أخي أني ما لي علاقة، هذه كتلتك، هذا الرجل ما مو مسألة أني لا أعرفه ولا يعرفني ولا هاي، لكن ماكو تطور بالوزارة أخي. إحنا رادنا عمل على مستوى الكهرباء، على مستوى البنية التحتية، على مستوى الإعمار، على مستوى كل شيء، كل شيء بما فيها التسليح والتجهيز الأمني زين، بما فيها إعادة تنظيم لكثير من الأمور. يعني فمن كلامك إذا تسمح لي سيد سرمد، ممكن أن تخلق أزمة سياسية جديدة بهذا التغيير إن طال بعض الأطراف التي لا ترضى بتطبيق الاتفاق وتغيير مرشحيها ومسؤوليها؟ والله يعني ما أخفي عنك، يعني ربما تحدث مثل هذه الأزمة، خاصة إذا كانت الأطراف تصر على الاسم الفلاني أو الاسم الفلاني، وهذا عيب والله العظيم. يعني موقفهم سيكون أمام الشعب أقلها، وخاصة إذا طلع مؤتمر صحفي يعني أو السيد محمد الشيع وذكر بأنه والله تبدل وزير فلان كتلة رفضوا أي شيء، والله يصير فضيحة عليهم وحتى يسقطون بالانتخابات زين، حتى يسقطون أمام أنظار المواطنين وأمام أنظار الشعب. لذلك إحنا هسه لو تسألني، إحنا قد نعرف هاي الوزارة تأدي جيدا، هاي الوزارة قليل بها الفساد، لكن المواطن ما يعرف. اكو وزارات تعمل، اكو وزارات تجيها خامله، اكو مدراء عامين يعملون حقيقه، لكن احنا اخي احنا شنو طموحنا؟ احنا عراقيين طموحنا بسيط والله العظيم، نريد هالبلد ينهض كافي. احنا صار 20 سنه يعني كل مشكله نطلع من مشكله ندخل باخرى، نطلع من داعش ندخل بغير، من نطلع من الفساد ندخل، كافي. ما ليس من المعقول يجمتان ابن البلد، متى نبني البلد؟ لحد الآن إحنا نظام مروري ما عندنا لحد الآن. هسا من وصلت هنا يمك هنا من منطقة قريبة، وجدت الازدحام، يعني توقعت إنه ما أوصل البرنامج. طيب إلى متى تبقى هالكم الهائل من السيارات؟ 4 ملايين سيارة أو 5 ملايين موجودة بالشوارع العراقية والله. وإحنا يعني قبل شهر أعتقد، قبل 3 أسابيع يعني وصلنا رسائل للسيد محمد الشيع حول ضرورة إنشاء مجسرات وإنشاء يعني فك الزحمة. عنده قرار حول هذا الموضوع نفتح. يمكن مو 16 مشروع والله سمع رأساً طلعها يا أخي، مشاريع موجودة ودراستها موجودة، لكن تعال على التنفيذ. هناك نفذوا وقالوا ها شبهات فساد. هاي المشكلة يمكن وغيرها مرتبطة أيضا بالكفوة الذي يدير الأمور وكذلك محاسبة فاسدين. أعود لك دكتور هاشم، الفاعل الخارجي، الأداة الخارجية برأيك ممكن أن تسجل حضور بهذه التغييرات المرتقبة أم أنه شأن داخلي صرف ولا رسائل من الخارج بخصوصها؟ وكما تذكرون يمكن سيد هاشم، كان أكو اعتراض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الشخصيات في حكومة السوداني. لا، أولا هذه جزء من الضغوطات ولكنها ليست حقيقة. أولا هذه الأمور تتقاطع مع السيادة العراقية، وإن كان لم يكن هنالك رد مناسب ومباشر، لكن هذا الأمر يتقاطع. أولا الوزراء تم اختيارهم بإرادة عراقية وصوت عليهم ممثلو الشعب، أما مسألة الإسماء اللي صار عليها الاعتراض هي جزء من سياسة الضغوطات الأمريكية. تعرفون ونتكلم بالأسماء، كان الاعتراض على شخصين اللي هم أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ونعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ممكن تحاول أمريكا أو غيرها التدخل أيضا بأي تعديل مرتقب؟ فقط إذا تسمح لي فضل. الاعتراض كون هذين الشخصين كان في جهات ساهمت في محاربة الإرهاب، وهذا واجب وطني قبل كل شيء. كل عراقي ما وجد في نفسه القدرة أن يكون مساهما كمقاتل أو فاعل في القوات الأمنية أو القوات الساندة في محاربة الإرهاب كان حاضرا.
فبالتالي هذا واجب وطني، انتهى هذا الواجب، ذهب ليمارس العمل السياسي، وهذا أمر طبيعي، ليس للولايات المتحدة حق في هذا الأمر، ولكنه يمارس كضغط، وليس للولايات المتحدة أي سلطة على العراق باستثناء شيء واحد، لربما عدم إعطاء الفيزا لهؤلاء الوزيرين، إذا ذهبوا إلى الولايات المتحدة، وهم كثيرتهم يحتاجون الذهاب إلى أمريكا. الأمر الآخر، العامل الخارجي بالضغوطات في تغيير الوزراء، أنا أتصوره ضعيف جدا، حتى الكتل السياسية لن تكون متمسكة بالأسماء بدرجة كبيرة، هذا الأمر واضح بالاتفاق. كتل المكونات الإطار الشيعي وكتل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام، هذا الأمر لن يكون خاضعا لا للتوازنات ولا للمحاصصة. وبالمناسبة أيضا سيكون الاستبدال ليس على من هو فاسد أو على من هو فاشل، وإنما على غير الكفو أو على غير الشجاع في محاربة الفساد. أي السوداني يعني من تلمس لديه عدم الجدية بمحاربة فساد، هذا أيضا يعتبر تقصير يوجب الإقالة. طيب. عندما يكون المسؤول غير شجاع في محاربة الفساد فإنه بالنتيجة يقدم أداء سلبيا، الإقالات ستكون المؤشرات على الوزارات، على وزارة معدة، وهنالك وزارات وصلتها رسائل من رئيس الوزراء بأنها غير فاعلة، وإحنا نحن كعراقيين نتابع اليوم نجد بأن بعض الوزارات ليست بالمستوى المطلوب من حيث الأداء، نجد وزارات نعم بفاعلية كبيرة وأداء، وبالمناسبة البعض ناجح سياسيا ولكنه تنفيذيا يكون غير ناجح، ولربما نجد من كان لربما سياسيا غير فاعل نجده في الوزارات فاعل بدرجة كبيرة، وهذا الأمر حتى تحقق في الوزارات السابقة، وزراء نجحوا بشكل كبير جدا رغم أنهم كانوا أسماء على المستوى السياسي لم تكن بارزة بشكل كبير. والآن مثلا خذ عبد الحسين عطار وزير الشباب السابق، أبدع بشكل كبير جدا في وزارته، على الأقل الأداء كان مرضيا عنه وغير كذلك. فبالتالي اليوم الإقالات لن تكون خاضعة لا للمساومات ولا للضغوطات، وأيضا ليس للمزايدات، وهذا أمر أساسي، وإنما هي صلاحية وتخويل أعطي لمحمد الشياع السوداني ضمن مسؤولية محاسبته وتقويم عمل حكومته من خلال استبدال من لا يجده مناسبا للعمل في هذه الحكومة. شكرا لك دكتور هاشم، أرجو أن تبقى معنا، وشكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ سرمد البياتي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، ومرة جديدة نرحب بضيفنا الكريم رئيس مجموعة نبا للدراسة دكتور هاشم الكندي، أهلا بك مرة أخرى، وأيضا نرحب بالكاتب والصحفي الأستاذ عباس الشطري بصوت وصورة بغداد، أهلا بكم سيد عباس. وبداية أود أن نتحدث معك عن جلسة يوم الأحد، قرر مجلس النواب تحديد يوم الأحد المقبل موعد للتصويت على القناعة من عدمها على أجوبة مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي، تتوقع راح يصوت البرلمان بالقناعة أم عدمها؟ شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم ولضيفكم الكريم أيضا دكتور هاشم. الحقيقة قبل أن نقول أو نحسب أنه هل هذا الموضوع متوقع أن يصوت لصالح إقالة مجلس الأمناء أو لا، ولكن أيضا ننوه لأنه هذا موضوع التصاعد
مساءلة مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي. نعم. أخذ مدى أكثر من ما هو معروف لدى الشارع العراقي، ويبدو هناك تركيز مهم أنه ستكون أول استجوابات مجلس النواب في هذا الفصل هو موضوع شبكة الإعلام العراقي ومجلس الأمناء. أعتقد هذا الموضوع أيضا يأخذ مدى آخر، مدى سياسي، في أنه كأنما بعض الكتل تحاول إنهاء هذا الملف باعتبار أنه منجز من منجزات مكافحة الفساد إذا ما اقتنع مجلس النواب بالمبررات أو المشاكل التي قدمها النواب المستجوبين لمجلس الأمناء شبكة الإعلام العراقي. لكن التوقعات أيضا تشير إلى أنه ربما بنسبة كبيرة قد يقال المجلس لإعطاء فرصة لتشكيل مجلس آخر باعتبار هذا المجلس انتهى عمله يعني وضعيا في موضوعات شبكة الإعلام العراقي، ولا بد من الاستبدال المجلس وأيضا رئيس الشبكة، لأن هذا صار عليه لغط كثير في خلال السنة الماضية أو الأربعة أشهر الماضية، والكتل السياسية يبدو أنه على الأقل المستحوذة على التشكيلة الحكومية لديها رغبة في التغيير لاعتبارات مختلفة، قد تكون منها بعضها سياسية وبعضها إعلامية وبعضها إدارية، وربما هناك قناعة فعلا في بعض الملفات التي طرحت مجلس النواب في الجلسة السابقة والتي ستكون جلسة لاحقة يوم الأحد. طيب، وفق المعطيات المتوفرة، أداء هيئة الأمناء ورئيسها وكذلك مجريات جلسة الاستجواب كانت وفقا لكل هذه المعطيات ترجح القناعة أم عدمها؟ الحقيقة أعتقد الموضوع ليس فقط موضوعة القناعة، إذا ما هناك كان اتفاق داخل الكتل السياسية التي تريد إنهاء ملف مجلس الأمناء واستبداله، بالتأكيد ستكون التصويت إلى إقالته. أما إذا كان هناك اتفاقات للاسترضاء أو لتدخلات أطراف سياسية مقتنعة بعمل مجلس الأمناء وتريد تأجيل هذا الأمر لدراسته بشكل أفضل ولتغييرات في المستقبل القادم وليس في هذه الفترة، بالتأكيد سيرجح هذا الأمر. لكن أكو أطراف، إذا تسمح لي قاطعك، أكو أطراف سياسية مقتنعة بأداء أو أجوبة هيئة الأمناء؟ بالتأكيد بعض النواب ربما مقتنعين أنه فعلا هذا الجواب كان شافي ومقنع، وأنه ليس لديهم مجلس الأمناء لا تشوبه شائبة في قضايا المخالفات التي طرحت في الجلسة السابقة، ولكن هذا العدد أيضا هو يكون بشكل أقل من الناس من النواب الذين يطمحون لتغيير مجلس الأمناء. رحب بك مرة أخرى دكتور هاشم. هناك أنباء أو حديث عن توجه بعض أعضاء مجلس الأمناء لتقديم استقالتهم قبل جلسة مجلس النواب على القناعة وعدمها، برأيك ماذا تؤشر؟ أي استقالة إن حدثت فعلا في هذه القضية؟ بدأ تحية للأستاذ الشطري. هذه مسألة تقديم الاستقالات لا زالت لم تحسم ولم تظهر ملامح لها، هو إجراء سينظر به البرلمان على اعتبار هو صاحب الصلاحية بتقييم القرار بما يتعلق بمجلس الأمناء وبالشبكة، وأيضا حتى القرار بالقناعات ستكون قناعات النواب. الأمر الذي كنا نلاحظه دوما، الملاحظة الأساسية على شبكة الإعلام، على مجلس الأمناء، على رئيس الشبكة في الفترات السابقة، كان أنه المفروض هي تكون قناة الدولة. الإعلام هو إعلام الدولة باعتبار أنه العراق ليس له وزارة إعلام، لكن هذه الشبكة هي تكون تمثل إعلام الدولة. للأسف في كثير من المحطات كانت تمثل إعلاما للحكومة. ما حدث في الحكومة الأخيرة كان الأداء أقل ما يقال عنه أنه مخجلا. ذهبت إلى شبكة الإعلام إلى حالة تجميلية للحكومة بشكل فج، وأيضا غطت على عيوب واضحة، وتحولت أكثر من قناة حكومية إلى قناة حزبية بأداء واضح جدا. إذن أفهم من كلامك دكتور أنك تتفق مع ما كشفه عضو مجلس النواب محمد الشمري بأن هناك مؤشرات أثبتت تبعية المجلس لحكومة وشخص رئيس مجلس الوزراء السابق السيد الكاظمي؟ لما أنا قلت هذا الأمر واضح جدا، واضح للعراقيين جميعا، واضح للمختصين ولغير المختصين. الأمر الآخر، هنالك مؤشرات دامغة على أن أداء رئيس الشبكة وهيئة الأمناء إن لم يكن هو مقصرا بما يتعلق بالفساد
فهو فاشلا من حيث الإدارة والخبرة. مثلا سأذكر حالة واحدة، عندما يتفقون مع جهة إنتاجية شركة على إنتاج مسلسل، وهذا من واجبات الشبكة وإمكانياتها تتيح لهم هذا الأمر، يذهبون إلى الاتفاق مع شركة، هذه الشركة يعلمون بأن مخرجاتها بما قدمته سابقا لا يتلائم من حيث المحتوى مع عنوان شبكة الإعلام العراقي ومع كون القناة هي قناة للعراقيين، قناة الدولة العراقية، ويضعون شرطا جزائيا وهم يعلمون بأن هذا العقد سيفض بعد ذلك وستكسب الشركة الذي اتفقوا معها الشركة الإنتاجية العقد الجزائي وهو أكثر من مليون دولار. هذا الأمر يا أما يكون بجهل وبقلة دراية هذا يتمثل فشل، أما يكون بعلم وباتفاق وهذا يمثل حالة فساد. طيب. لا يمكن تفسير غير هذين التفسيرين، وهنالك أمثلة أخرى وكثيرة، بعضها طرح ضمن أسئلة بعض الآخر لم يطرح أيضا، هنالك بما يتعلق باستغلال المنصب الامتيازات أيضا الأداء، هنالك في شبكة الإعلام العراقي إمكانيات هائلة على مستوى الإمكانيات البشرية أو الإمكانيات المادية لم تستثمر بالصورة الواجبة كنجاح. أما الأمور طيب. الأخرى تأسيس هذه المركزيات أو هذه السلطات في داخل شبكة الإعلام هذا أمر يؤثر على أدائها، وبالتالي هنالك اليوم تقييم سيكون تشخيصه وقراره لدى البرلمان العراقي، وبالتالي ما نطمح له جميعا أن يكون لنا إعلاما بمستوى اسم العراق وإعلام للدولة العراقية، لا لحكومة لا لحزب لا لشخص ولا لشخصيات تمثل الأمناء أو رئيس الشبكة. طيب سيد عباس، يعني طبيعة هذه الملفات التي سجلت ضد مجلس الأمناء واتهامات وخروقات وهدر بالمال العام وتداخل في الصلاحيات وغيرها، هل هي كافية لإقالة ومحاسبة مجلس الأمناء؟ ويعني من ضمنها ملاحظات سجلت على الأداء حتى المهني، مؤشرات عن ارتفاع أسعار تكاليف مجلس الأمناء وسلف مالية وتضخم أموال وغيرها. نعم فعلا، يعني لو افترضنا هناك لجنة تقييمية إعلامية سواء من مجلس النواب أو جهة مستقلة كلفت من مجلس النواب في التحقيق في هذا الأمر، في على الأقل في الملفات الإجرائية اللي تخص العمل الإعلامي، يعني مثل ما ذكر الأستاذ هاشم، ربما ستستخلص إلى الدرجة أنه مخالفات أيضا إدارية ومالية، وأيضا حتى مجلس الأمناء يعني من ضمن المادة اللي في قانون تأسيس الشبكة هو جهة رقابية وجهة ترسم السياسات العامة، لكن أن تكون هناك تدخلات داخل عمل شبكة وأيضا فرض شركات أو قبولها خارج نطاق مثل المناقصات الحكومية أو خارج أو على الأقل خارج نطاق العمل الإعلامي الاحترافي، بالتأكيد ستكون هذه مبررات لقناعة مجلس النواب بإقالة مجلس النواب. لكن في كل الأحوال حين الأمر أنه حتى لا يفسر أنه استهداف لحكومة الكاظمي، كان مفترض أن تكون هناك لجان تقييمية أكثر احترافية وتعطي مبررات مباشرة إلى مجلس النواب وللحكومة على إنهاء عمل مجلس الأمناء واستبداله بمجلس أمناء جديد، ولكن ليس وفق الشروط السابقة، حتى تكون هناك فرصة لحكومة السيد السوداني للنهوض بقضية الإعلام في العراق، باعتبار في على الأقل في الحكومي الإعلام الحكومي أو إعلام الدولة مثل ما قال الأستاذ هاشم، حتى تكون هناك أيضا أرضية مناسبة لانطلاق حكومة السيد السوداني في طيب. مشاريعها المستقبلية أو التي بشر بها السيد السوداني والتي بالتأكيد ستسوقها شبكة الإعلام العراقي باعتبارها شبكة إعلام حكومي وشبكة تابعة للدولة وترتبط بمجلس النواب. طيب في هذه الحالة سيد عباس، يعني هل من الضروري تعديل عمل هذه الهيئة المستقلة طالما قورنت بحجم وزارة سيادية مهمة؟ هذا لا يحتم إدارة حكيمة تؤدي مهامها من قبل ناس ضليعين بهذه المهمة. هو إذا موضوع تعديل قانونها فبالتأكيد عدلت يمكن مرتين ويمكن أكثر من مرتين، مرة سلطة الائتلاف 2004 ومن ثم القانون 2015 و2017، وأعتقد هناك تعديل أخير في مجلس النواب قبل فترة طرح وفيها يعني ممكن ينجز هذا الأمر، لكن كثرة التعديلات وهي نفس تقريبا تتشابه القانون الأساسي للشبكة أو على الأقل ما يخص مجلس الأمناء بنفس التفاصيل، أعتقد هذا يعني ما مبرر، يعني على الأقل
يمكن إضافة بعض الفقرات النهائية حتى لا نلجأ إلى تعديل آخر رابع وخامس وسادس. نعم. الشبكة تمثل فعلا هي يعني إعلام حكومي وهي بمثابة وزارة سياسية يعني وزارة باعتبار أنها حلت محل وزارة الإعلام السابقة أو على الأقل هيئة مستقلة هيئة حكومية ترتبط بمجلس النواب لكن هي تابعة للدولة وتراقب أداء الحكومة والعفو تنشر أداء الحكومة وبالتالي تأخذ حيز أكثر من القنوات الأخرى التي هي مستقلة والتي مرتبطة بأحزاب سياسية وكذا. هذه الشبكة باعتبارها إعلام حكومي أساسي فبالتأكيد يجب أن يكون حتى لو يكون هناك تعديل آخر يجب أن يكون تعديل نهائي وليس كل مرة باعتبار هناك أربع تجارب سابقة. لكن أنا أعول على أنه فكرة يعني بقائها في موضوعها الأساسي أن تكون هيئة حكومية ولكن ترتبط بمجلس النواب وهيئة خاصة بإعلام الدولة هو أفضل ما تكون بهيئة خاصة بإعلام الحكومة باعتبار الحكومة تتبدل وتتغير. أوضح لي وللمشاهد سيد عباس شنو الفرق بين إعلام الدولة وإعلام الحكومة؟ والحكومة مو من حقها يكون عندها إعلام حتى توضح خططها وبرامجها للشعب؟ لا هو من حقها وطبعا باعتبار الشبكة شبكة حكومية طبعا تسوق الإعلام الحكومي ونشاطات الوزارات ونشاطات المؤسسات الحكومية وتبرزها للجمهور وطبعا بالتأكيد الناس عموما تنتظر أي خبر أو أي تفاصيل عن طريق شبكة الإعلام العراقي يمكن حتى موضوع العطل وغيره كان عن شبكة الإعلام قرارات المهمة الحكومة. ولكن احنا يعني هي الفكرة الأساسية لشبكة الإعلام يعني كانت من 2004 ربما أخطأت الولايات المتحدة لكن خطأها أصب في صالحنا إرادتها بالضبط قد تكون مثل شبكة البي بي سي البريطانية ممولة من الشعب ومدارة من يعني تمثل إرادة الشعب وترتبط بمجلس النواب وبالتالي تمثل إعلام الدولة ككل باعتبار أن الحكومات تتغير ولا يمكن احتكار قرار الشبكة. لكن هذا اللي هو التعثر اللي حصل في حكومة السيد الكاظمي وأنها قد مثل ما نوه السيد الكندي في ذلك أنه أعطت مجال أوسع لنشاطات السيد الكاظمي ربما التي هي ضد من بعض الأفكار الأخرى التي لا تؤمن بها الكتل السياسية أو ربما التعثرات اللي حصلت في زمن حكومة الكاظمي أبرزت في شبكة الإعلام العراقي على أنها منجزات كبيرة وبالتالي هذا الموضوع في ذهنية مجلس النواب الحديث والحكومة الجديدة يجب أن تتغير باعتبار أنه يجب أن يكون هناك سياق آخر يستمر في موضوعة إقامة الشبكة أن تكون الشبكة لا هي أساسا لخدمة الدولة وليس خدمة العفو أي حكومة. طيب عود لك دكتور هاشم يمكن سيد عباس أشار إلى نقطة مهمة ذكرنا بها أنه هذه أو هذا الملف أخذ صدى كبير ربما لأنه أولى الاستجوابات والعمل الرقابي من قبل البرلمان يعني في الدورة السابقة يعني صام مجلس النواب عن الرقابة هذا في هذه الدورة هذا البرلمان هل يحيي هذا الاستجواب دور المجلس في هذا الصدد ويفتح عهد جديد مرتقب من العمل البرلماني؟ لا لا زالت المؤشرات على أداء الدور الرقابي للبرلمان هي ذاتها. البرلمان فيه عدم فاعلية لم أقل فشل في هذا الدور. بالمناسبة أن تكون برلمانا مؤيدا للحكومة مشكلا لها بإجماع كما هو حال ائتلاف ذات الدولة لا يعني هذا عدم استضافة أو مساءلة الوزراء بل بالعكس يكون الأمر هنا حاضرا لا بد أن يكون سواء كان بالمفاصل المرتبطة بالحكومة أو بغيرها. بما يتعلق بشبكة الإعلام ومجلس الأمناء الأمر اليوم يكفي أدلة ملزمة على مجلس النواب ليقيم الاستجواب هو ما يطرحه رئيس الشبكة على مجلس الأمناء وما يطرحه مجلس الأمناء على رئيس الشبكة من حقائق ومن معلومات هي توجب على البرلمان أن يكون حاضرا باعتباره هو المشرف على عمل الشبكة في أن يستجوب ويستخلص الحقائق ويضع نتيجة حاسمة. طيب. لأن هذه الشبكة تعمل بأموال العراقيين ومن حق العراقيين إدارة منصفة تليق باسم العراقيين في هذه الشبكة. طيب إذا تسمح لي قطعك يعني دكتور هاشم يعني هل من المنصف استجواب البرلمان للونان بهذه الشراسة التي تابعناها في جلسة البرلمان وما عنده كتلة تدعمه وتحمي؟ أولا إذا كان الاستجواب كما وصفتموه شرسا أن أكون لربما الاستجواب كان قانونيا لم تؤشر عليه مخالفة قانونيا الاستجواب كان جادا ولا ننسى أن الاستجواب كان من نائبة
لربما يعني تحديدا او اداء النائبه كانت محضرت له ملف كبير جدا من الوثائق التي تدين جيد. هذا من واجبها، نعم من واجبها ان تكون محضره هذا التحضير الجيد، وهذا جزء من النجاح. وهذا بالمناسبه لو كان الامر غير ذلك لربما انتقدت النائبه انها لم تكن متهيئه بصوره دقيقه ولا تمتلك المعلومات. لكن ما اعرف، ربما لا اتفق مع مفرده الشراسه في الاستجواب، لكن انا اقول الجديه والنجاح في الاستجواب هو هذا الاساس. ولربما لم يؤشر حتى من قبل المستجوبين سواء الونان او غيره بان هنالك قصديه او ان هنالك شراسه في الاستجواب، ولكن كان هنالك جديه. وايضا لا ننسى انه الاليه الاستجواب في البرلمان انه الاسئله تقدم لمن سيستجوب، يعني قدمت لمجلس الامناء قبل وقت كافي ليهيئوا اجوبتهم، فبالتالي لن يكون امام السؤال والجواب الا اظهار الحقيقه ليكون الحسم لدى مجلس النواب العراقي. الشكر الجزيل لكم رئيس مجموعة النبأ للدراسات دكتور هاشم الكندي، كنت ضيفا كريما. والشكر لكم الكاتب والصحفي الأستاذ عباس الشطري، شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.